I'm actually writing an academic paper, which has been going on for many years, the differences between Ibn Taymiyyah and Ibn Abdul Wahhab. And there are profound differences. Of them, the most important one, Ibn Taymiyyah did not make takfir of his opponents that did the same things that the opponents of Ibn Abdul Wahhab did, and he made takfir and made them halal at them. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: عندنا رجل تخرج وحصل على الماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة، ويقول لنا في مقارنة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول لنا في درسه إن هناك فرقا بين الشيخين، فالشيخ ابن تيمية لم يكفر أعداءه كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع مخالفيه. هذا كذب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ ما كفر أحدا إلا من كفره الله ودل الكتاب والسنة على كفره. ما كان الشيخ يكفر إلا من كفره الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الذي يدعو غير الله ويذبح لغير الله هذا واضح أنه كافر، ما كفر الشيخ إلا أمثال هؤلاء. نعم.